يا عبر، ايه الاخبار؟ كل اللي طلبته عملته 100 100 يا استاذ. ماشي حبيبي، خد بقى ال 50 جنيه دول. ايه ده 50 جنيه بس يا استاذ؟ طب ده انا اجدع كومبارس فيك يا اسكندريه. ده انا بعمل لقطه الواحده مع الاستاذ عادل امام باخد فيها 200 جنيه ده غير وجبه بقى ما تقلش عن نص كيلو كباب وكفته. انت مع الاستاذ عادل امام بتطلع مره واحده، لكن معانا احنا بقى تطلع 3 مرات في الاسبوع، ولسه بقى قدامنا شهر. اتكل على الله وخلص بقى. ماشي، بس ما تاخذنيش يا استاذ، انت الراجل ده بتعلموه ليه؟ ولو عايزين تعلموه بجد ما بتجيبوش خواجه بحقه وحقيقي ليه؟ جرى يا عبر، مش احنا قلنا ما نسالش؟ اتكل على الله. يلا ماشي. على فكره ابوك ده عقله ناقص شويه، كان مستني ايه يعني؟ ان ابويا يروح للظابط بتاع المينا اللي فيها كل مصالحه ويقول له انت ظلمت السول اسماعيل ابو حجر؟ وما يروحلوش ليه؟ تهبل يا بنتي، بص عشان تحكم على الموقف صح انسى ان انت بنت ابو حجر، حط نفسك مكان هارون السعداوي. كنت هتعملي كده؟ انت عارفه الظابط ده ممكن يعمل ايه؟ يوقف له كل مصالحه اللي في المينا. هي الصحوبيه اللي بينهم دي اللي جايبانا ورا. يعني لو ما كانوش اصحاب لا كنتوا طلبتوا ان احنا نروح نستسمح الظابط ولا كنت زعلتوا من اصله. طب ممكن بقى تغير الموضوع ده ونتكلم في اي حاجه تانية؟ برضه هنلاقينا بنتكلم في هارون السعداوي. عارفه الانتخابات دي هتكلفه قد ايه؟ ما تكلفه، ما هو عنده قد كده. بتنبوري ولا بتحقدي ولا ايه؟ بقولك ايه؟ مش عايز انوبك من الحب جانب؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني شوفي لك كده كام واحده زميلتك في الكليه يكونوا من الدايره بتاعتنا والهفي لك قرشين على حسهم شبرقي نفسك. انا؟ ايه؟ اذا كان اخواتي ولاد امي وابويا بيعملوا كده. طب ممكن بقى تاخدني تغديني؟ انا لازم اروح النهارده بدري، النهارده قريت فتحت ايناس اختي. على فكره اختك دي جدعه قوي وعجباني. يا سلام. طب وانا؟ لا انتي مش معقده ولا مكلكعه، واضحه كده ومفهومه. ايه رايك نروح نلعب بلياردو؟ اي حاجه. اي حاجه ايه؟ ما عندكيش شخصيه تتغدى ولا تلعبي بلياردو؟ بس يا نصر يلا بقى. خلاص. يلا. مبروك يا ناس. الله يبارك فيك، عقبالك يا محمد. بقول ايه يا بابا؟ انا كنت عايز اروح للواء محمد علشان اشكره على اللي عمله معاك، وبقول كده نروح لهم بكره ونقول لهم حتى كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد. اللي تشوفه يا ابني. ولا ايه يا ناس؟ عندك حق يا محمد، واجب برضه. طب ما تخليها يا حبيبي بعد بكره. انت ناسي ان خطيب اختك جاي بيتغدى عندنا بكره؟ لا يا ماما، مصطفى عنده شغل الساعه 5، يعني هيتغدى ويمشي. على كيفكم، هخش احضر العشاء. طيب يا اولاد انا هخش اصلي العشاء. يعني بقالنا كام يوم ما شفناش نهلة ولا سمعنا صوتها حتى في التليفون، شكلكم متخانقين كده يا محمد. بصراحة انا زودتها معها حبتين، وهي ملهاش ذنب في اللي حصل، وحكيت لي على حاجة كده حصلت بينها وبين عم هارون ضايقتني قوي. يعني ما بتخبيش عنك حاجة؟ بالظبط كده. طيب يا محمد دي حاجة كويسة قوي، مش عيب. يمكن لو قلتلك على قالتهولي هتكرهي عم هارون زي اللي حصل معايا بالظبط. يعني جات على دماغ نهلة. هو ده اللي حصل. لا يا محمد، نهلة دي بنت ممتازة وانا ما شفتش حد زيها، وبصراحة بقى تشفع للحاج هارون عن اي حاجة يعملها. تفتكر يا ناس الفرق اللي بيني وبين نهلة ممكن يأثر على حياتنا في المستقبل؟ فرق ايه؟ الملايين اللي عند ابوها ممكن تأثر علينا؟ ما اعتقدش يا محمد. نفس الشعور ده كان عندي لما مصطفى كلمني وطلب يجي البيت ويقابل بابا، كنت خايفة قوي من الفرق اللي بيننا. هو ابوك الوزارة وانا ابويا سول، وفضل السؤال ده في دماغي لدرجة انه لما جاب مامته باباه خفت لا يكون خبى عنهم الحقيقة، فجبت صورة لبابا قبل ما يجي ووريتها لهم، قلت لهم السول اسماعيل ابو حجر والدي. رد بابا عليا وقال لي انت يا بنتي شوقتينا نقعد مع الراجل العظيم ده. بس في فرق كبير بين اهل خطيبك وبين هارون السعداوي، فرق في العلم والثقافة، وحكم كل طرف منهم علينا وعلى اسرتنا مختلف. انا خايف من حكم هارون السعداوي، خايف على نهلة وعليا من حكمه. أنا إن شاء الله لما هنجح وأدخل مجلس الشعب
نوع من حاجات كتيره قوي. طب والشغل هتجيب وقت منين يا حاج؟ لا الشغل مقدور عليه يا رمزي، اهم حاجه عندي هي رفع المعاناه عن الناس. طب والمعاناه دي هترفعها ازاي بقى يا هارون بيه؟ ارفعها ازاي؟ بالشغل والانتاج. شفت؟ يبقى انا ما غلطتش. لا مش انا اللي هشتغل يا رمزي، الناس الخلق هي اللي هتزود الانتاج. هنفتح مصانع والكل يشتغل، ما يبقاش في عاطل واحد. في اسكندريه يا حاج؟ مصر كلها. حيلك حيلك يا هارون بيه، الحاجات الكتير اللي انت عمال تقولها دي مش سهله قوي للدرجه دي. انا بعون الله است الكل، مفيش حاجه تصعب عليا. الشهاده لله، مفيش حاجه تستعصي عليك يا حاج هارون. لا في حاجات كتير. شوف اما اقول لك، انت اصلك ما تعرفنيش كويس. انا لما احط حاجه في دماغي مرتاحش الا لما تحصل. اه ان شاء الله يعني لما هنجح وادخل المجلس انا ناوي اخلي الورديان دي زي البلد اللي هيروحوها العيال عشان ياخدوا شهاده الشيف السيدي. قصدك ابرس يا هارون بيه؟ ابرس دي بقى جزيره اصغر من اسكندريه، بس مش حلوه قوي زي ما انت متصور. لا هتبقى حلوه، هتبقى جنه. اي مكان يجمعنا هيبقى جنه، ولا ايه يا رمزي؟ اكيد يا حاج. طيب عن اذنكم هجيب ال اتفضل. مساء الخير. اهلا يا روحي، تعالى يا حبيبي سلم على عمو هارون. اهلا اهلا يا حبيب امك وابوك، يا مغلب قلب امك زي ما نصر ابني مغلب قلبي. لا يا شيخه بتهرجي، كل ده حصل بعد ما روحت بجد. لا بكره مش لا لا مش هتقفل. ايه؟ التليفون ده ما عدتيش تتكلمي فيه تاني، فاهمه ولا لا؟ في ايه يا محمد؟ دي رشا صاحبتي. رشا صاحبتك؟ نصر الدين هارون مش هيجوزك، عارفه ليه؟ لانك فقيره مش من مستواه. نصر بيلعب عليكي مش بيتكلم جد، فاهمه ولا مش فاهمه؟ هيتفلسف بقى، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ايه يا ست هانم، كلامه مش عاجبك ولا ايه؟ ايوه مش عاجبني. انت فكرك ان انا ممكن اتجوز صيدلي زيي لا يعرف يجيب لي شقه ولا يدفع لي مهر؟ انا بقى ما بتعاملش بطريقتكم ولا بتكلم باسلوبكم. انا ممكن اتجوز اي حد في الدنيا لو هيعيشني العيشه اللي بسمع عنها. ها، وعلى راي عادل امام دي بلد شهادات. بقى بعد اهالينا ما تعبوا وشقيوا وشافوا المر علشان يعلمونا احسن تعليم، الست اللي ظهرها اتقطم من قعده المكنه، والراجل اللي الروماتيزم اكل عظمه عشان يخلوكي صيدليه قد الدنيا ويفتخروا بيكي، جاي دلوقتي تقولي لي بلد شهادات؟ طب بس بس بس، على فكره انا صغيره عنك بس فاهمه الدنيا عنك. فاهمه الدنيا عني؟ طب فهميني الدنيا يا ست اماني. لا 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 ماليش مزاج، مش قادره، عن اذنك.
كده اسمة الحق. ايه ده؟ ما هو انت كده تبقى واخد 10 زيادة. مش انا اللي تعبت يا ولدي، وانا اللي بشغل الجمجمة وانت بتاخد عجاز. ماشي ماشي يا عبقري. وبعدين قول الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة. بس انت مش واخد بالك من حاجة. من ايه؟ اخوك نصر مرضيش يشترك معانا في العملية دي، ولا يعني اللعبة مش عاجباه؟ يمكن مش دماغه. يا سلام، ليه ما فكرش في حاجة ياخد منها قرشين حلوين؟ قصدك يسرقها يعني؟ طب وفين الجديد؟ ما هو دايما يفضل يحوم لحد ما يلاقي حاجة وبعدين يقوم شقطها. ما تخافش عبيط، وهيعرف منين ان احنا معانا فلوس. لا بس انا اخاف انام والفلوس دي معايا هنا. للدرجة دي انت خايف منه؟ مش انت تخين ونومك خفيف؟ خلاص نام بقى على الفلوس واقفل الباب عليك. طب ما انا قبل كده كنت تخين برضو وكان نومي خفيف، ودخل سهاني وخد مني الامثال وخرج ولا حسيت بيه. معرفش بقى يا عماد، اتصرف. اخبيكوا فين؟ اخبيكوا فين؟ اوديهم خبيهم في فرندتي. طول هنا احسن. نفسي اشوف حسرتك في وشك لما ما تلاقيهمش يا عماد. يا اخويا يا ابن ام وابويا تلعبوها صايمه من ورايا. دول بقى يفضلوا في حضني كده لحد ما اروح البنك احطهم هناك في حضن اخواتهم التانيين في الدفع. سلام لو تنت جزيان كنت نصفتني. صباح الخير يا حاج. كيفك يا ابو السباح؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله ولا ليك علي حلفان، انا كنت اكلم لك مدير الامن شخصيا. تشكر يا حاج. حلاوه المولد جت لسه يا حاج؟ زمانها في السكه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام يا حاج. ايه بس يا جدعان مجردلين على هنا ليه؟ ما تستعبدش يا نصر، فين ال 100,000 جنيه حرامي؟ 100 ايه؟ انا؟ وانا؟ فين ال 60,000 بتوعي اللي انت سرقتهم من فرندتي؟ 60 ايه انا؟ نعم نعم؟ ال 60,000 بتوع انا، ال 40,000 بتوعك انت. انا كان معايا 60,000. 60,000 منين يالا؟ انت مالك انت؟ لا اتفقوا بقى مع بعض وبعدين يبقوا اندهوني. استنى. انا كان معايا 20 من الاول. منين يا حلو؟ اكيد نصبت نصبايا من ورايا، انت احسن لك. نزل ايدك، نزل ايدك. انا خدت 10 للمدرس وخدت 10 تانيين من تحت حساب الجواب. بتضحك عليا؟ بتستغفلني؟ شفت بقى هو بيضحك عليك وانتوا الاتنين بتضحكوا على ابوكوا مش كده؟ اديني ال 60,000 جنيه بتوع يا نصر. وانا كمان ال 60,000 بتوع يا نصر. لا ثانيه واحده بقى، 60,000 و 60,000 يبقوا حسبه 120,000. لا ده مبلغ كبير قوي يا جماعه، ما يتسكتش عليه. ثانيه واحده بقى كده مفكر. طب انا عندي فكره. ايه؟ نبلغ البوليس. ايوه صح. انت اهبل يالا. لا بس البوليس هيقول لك جبتوا الفلوس دي منين، وانتوا الاثنين ما شاء الله جوز طلبه، لا رحت ولا جيت ولا شغل ولا مشغله. واحد في تانية تجاره ومفاهم ابوه انه واخد بكالوريوس، والتاني ما شاء الله سبقه واتفصل من خدمه اجتماعيه. لا ده انتوا موقفكوا وحش قوي. اخش انا بقى الحمام لان مزنوق زنقه ب 100,000 مليون جنيه. والله انا كان قدامي حاجه من الاثنين، يا اما السفر لاوروبا، وهناك طبعا مش هكون مهندس ولا هقدر حتى اشتغل في تخصصي، واكيد هشتغل اي حاجه علشان اقدر اعيش. والحاجه الثانيه ان اسافر للخليج، وهناك ممكن اكون مهندس واشتغل في تخصصي.
بس رجعت فكرت وحسبت اللي ممكن يطلع لي في الخليج. لقيت ان انا لو اشتغلت هنا في بلدي في مصر كمهندس وفي تخصصي بس فترتين، فتره الصبح وفتره بعد الظهر، هقدر اعمل اللي كنت هاخده في الخليج ويمكن اكتر وبدون سفر ولا غربه. وبتشتغل بعد الظهر في نفس شركه الصبح؟ لا طبعا، دي شركه تانية خالص، واتفقت معاهم ان شغلي يكون عندهم بعد الظهر بس. تصور يا محمد، الشركه اللي انا بشتغل فيها بعد الظهر دي مرتبها اكبر بكتير من الشركه اللي انا بشتغل فيها الصبح. يعني مفيش قدامك غير يوم الجمعه تريح فيه بس؟ ابدا والله، الشركه اللي انا بشتغل فيها الصبح اجازتها يوم الجمعه، والشركه اللي انا بشتغل فيها بعد الظهر اجازتها يوم الحد. يعني يا دوب يوم الجمعه والحد بتريح فيه نص يوم. الفتره دي بقى بالذات انا مخليها لشغلانه ثالثه خالص. كمان بتشتغل شغلانه ثالثه؟ بعمل تصميمات على الكمبيوتر وبوزعها على المكاتب الاستشاريه، فرصه بعرفهم بنفسي بدل ما اسيب لهم كارت في اسمي وعنواني. فكره والله. يلا يا جماعه الغدا جاهز، اتفضل. يلا يا درش. اتفضل يا حنان. يلا اتفضل. وانت تقول لي خليك وافي، ده انا اخوك حبيبك. طب يا اخويا يا حبيبي وريني بقى هتحل لنا الورطه اللي احنا فيها دي ازاي؟ ما انت عارف نصر اخوك شراني ولدعته والقبر، ودلوقتي يصحى وينزل يكرهم لابوه. طب ممكن تسكت؟ يا سلام، هتعمل ايه يعني؟ هتشغل الجمجمه؟ ما تنفعش مع نصر. الاخ اللي انت بتقول عليه ده مستحيل يقول لابوك، وبعدين هو عارف من زمان، ما قالوش ليه؟ مش معقوله يعني هيضحي بال100 الف جنيه عشان يقول له ان انا مفصول وان حضرتك هتحصلني. ايوه ابوي، ايوه انا جاي اهو. ايوه ابوي. انت وين؟ ايوه يا ابوي. خير يا ابوي؟ وديته فين حلاوه المولد يا وانت جاي؟ التنسيق رشح لي طب اسنان، انا بقى اخترت تجاره انجليش. ماما وبابا كان نفسهم في الطب، لكن اخيرا اقتنعوا برغبتي، ومن يومها وانا الاولى على الدفعه. افضل شيء ان الانسان يختار مستقبله بنفسه، لكن للاسف في مكتب تنسيق بره البيت ومكتب تاني جوه البيت، وفي الحاله دي بيبقى المستقبل مفروض على الواحد، وياما ناس ما لقيتش نفسها في المستقبل اللي اختاروا المكتب ده او ده. بس اللي اعرفه ان والدك كان نفسه تدخل الشرطه من وانت صغير. فعلا دي كانت امنيه والدي ووالدتي. وانت كنت بتتمنى ايه؟ انا مجموعي كان كبير وكان ممكن يدخلني اي كليه انا عاوزها. يعني انت ما كنتش عايز تدخل الشرطه؟ ما كنتش عاوز، وفي نفس الوقت ما كنتش رافض. ودلوقتي؟ دلوقتي انا راضي جدا عن وضعي، ده غير ان والدي ووالدتي حققوا حلمهم فيا. الانسان مش ممكن يعيش في عزله عن اللي حواليه، ولازم اللي بيحبهم وبيحبوه يكون ليهم نصيب في شكل حياته. الاسلوب اللي بتتكلم بيه ده يا محمد وطريقه تفكيرك بتدل على انك انسان مثقف جدا وبتقرا كتير. انا من صغري وانا بحب القرايه قبل ما انام، حتى دلوقتي بعمل كده وانا في الكليه. انا بحب قوي اعمال نجيب محفوظ ويوسف ادريس واحسان عبد القدوس وجمال الغيطاني. انت بتحب ايه؟ كل اللي انت بتحبيه. تجيبي بقى فرختين شامورت وتخليهم وتسلقيهم بالمستكة والحبهان، وبعدين تجيب البامية البلدي وتقطعيها شرايح، وبالمفرك اللي انا هجيبهولك تفركيها وهي في الشوربة، بس ايه على نار هادية. تكوني بقى محضرة التوم ودقاه عليه شوية كزبرة وشوية فلفل اسود وشطة لو حبيتي. تحطي نص التوم ني في البامية والنص التاني تحمريه في شوية سمن بلدي وتطشيه على البامية، وتغطي الحلة وتطفي النار، وبالهنا والشفا. دي اسمها ايه بقى يا ست سعاد؟ اسمها ويكا، وادعي للصعايدة. اتفضل يا محمد. متشكر. هبقى اجيب لك مجموعة يوسف ادريس عشان تقراها. يا ريت يا نسرين، ابقى شاكر ليكي. سعادة اللي هو وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد اهلا اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا فندم. الست سعاده اهلا 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 بحضرتك. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا فندم. منورين النهارده. الله ينور عليك ويعلي مراتبك كمان. آه خلاص كمان. بعد كده مفيش، الخطوه الجايه المعاش. عامل ايه في الكليه يا محمد؟ الحمد لله يا فندم. سامع ان تقديراتك كويسه.
اهو الحمد لله. يعني معنى كده انك ناوي تفضل في الاكاديميه؟ والله يا فندم انا مش عارف اذا كنت هكمل في هيئه التدريس ولا ايه بقى. ما دام تقديراتك كويسه خليك في الاكاديميه. ما تسمع رايه يا بابا، مش يمكن يقنعك بيه. انا ناوي يا فندم اسيب الشرطه. ايه؟ تسيب الشرطه وادخل سلك النيابه؟ عظيم عظيم، ربنا يوفقك يا ابني. عظيم ايه يا سعاده البيه، ده كان ابوه يروح فيها، ده عايش طول عمره بيحلم يشوف ابنه باللبس الميري والضبابير على كتافه. طب ده حتى عامل جمعيه عشان يجيب له الدبورتين والزراير ذهب. يا ست سعاده، اللي محمد بيفكر فيه مركز كبير ما يقلش عن الظابط. طبعا طبعا. ايه يا سعاده البيه، ده لو ابوه سمع كده يروح فيها. محمد اوعى تقولي الكلام ده قدام ابوك. اخوك محمد اتغر، افتكر ان اختي نهله هتتجوزه. بابا طبعا ما كانش هيوافق، بابا لو عارف هيكسر رقبتها. ايوه يا منى، بس انا بحب نصر وما اقدرش استغنى عنه. في ايه يا منى؟ انا ما عدتش جايه هنا تاني، لو عايزه تيجي تذاكري معايا اهلا وسهلا، لكن انا مش هاجي البيت هنا تاني ولا طايقه اسمع سيره اخوكي محمد. استني بس يا منى هكلمك. يا منى اسمعيني طيب، افهمي، هقول لك حاجه. منى ازيك يا منى؟ على فين؟ مروحه. ممكن نهله ولا السواق هيجي يوصلك؟ محدش هيوصلني، انا هوصل نفسي. طب استني بس هتكلم في التليفون، ابعت لك حد ياخدك. استني، مش مهم حد ياخدني، انا هعرف اروح لوحدي. طب استني انزل اوصلك. مش لازم توصلني، انا هعرف اروح. هو في ايه؟ انا عارف انك حبيتيه. الحب اللي بينا ده ممكن يروح قدام اول سحابة تمر عليه. للدرجة دي الهجر ده شيء سهل وهين عند الناس؟ خسارة، محمد ظلمني، ظلم الحب اللي اتولد بينا من سنين، ضيعه في لحظة في غمضة عين. عشان كده لازم نقول لماما ونمنع ارتباط نصر بأماني. لا يا منى، حبي لمحمد ما كانش المقابل، وانتي لو عملتي كده تبقي بتقللي من شأني. انا ما كنتش اصلا راضي على العلاقة دي، ويا ما قلت لأماني ان نصر ده مش هينفعها، وان انا لو في مكانها ما كنتش هقدر ارتبط بيه ابدا. انا عن نفسي مش هروح هناك تاني ولا هسمح لها تيجي تذاكر معايا هنا. لا يا منى، ده احنا بينا عيش وملح، واللي بين بابا وعم اسماعيل شيء ما بيتكررش غير مرة واحدة بس في حياة البني آدم. معقولة؟ أنا مش قادر أصدق اللي سمعته. معقولة؟ ليه بس كده يا ربي؟ قصرت فيه عشان يحصل لي ده كله؟ استغفر ربنا يا حاج. استغفر الله العظيم. أولادي يطلعوا غشاشين كذابين يضحكوا عليا ويفهموني إنهم بينجحوا. معقولة؟ وطول السنين اللي فاتت دروس بالألوفات وحفلات نجاح ونطور تتفرج على الخلق ولا واحد فيهم يصر قلبي. شفت بقى؟ عشان تعرف ان اللي بقاله سنين ما خدش ثانوية عامة احسن من اللي بقالهم سنين بيسقطوا وبيكتبوا عليك. اسكت انت يا نصر. عموما يا حاج، صلاح ممكن يدخل كلية تانية اقل ولا التاني اللي هيترفد ومش داخل الامتحان، ولا الكبير اللي لازق في الثانوية ومعرفش ياخدها؟ ده مفيش نفر منهم حصل ولاد الصول. ليه بس كده يا ربي؟ العيب منك ولا مني؟ يا رب ربنا يا حاج. انا تعبي وشقايا طول السنين اللي فاتت يروح حضر. لا، كتير علي كل ده، كتير وما قدرش اتحمله. ولادك دول هيقضوا علي وعلى صحتي، هيقضوا علي وعلى صحتي.
مساء الخير. اهلا استاذ، اتفضل. مساء الخير يا حاج. ها جاهز؟ جور من وش السعادة. خرج بجد؟ خرج بجد ولا بتهزر؟ وخد معاه اللي ما يتسماش. طبعا، ما هم بقوا صحاب. وامك هاريه نفسها من العياط. اه، وكل واحد في البيت ده بيدور على مصلحته وبس. واحنا ما بلاش مصلحه ولا ايه؟ لها في الفلوس كلها وجري. ما هو ولا الحجر دلوقتي. بقول لك يا صلاح، ما تيجي نتفش وابوك ينزل صورنا في الجرايد ويقول ارجعوا يا ولادي يا حبايبي وخدوا اللي انتوا عايزينه. محدش قالك قبل كده انك عبيط؟ اه، نازله قالت لي قبل كده كتير. وهتفضل عبيط كده ولا ايه؟ اعمل ايه بس يا صلاح؟ ما هو من غلبي. بس احنا لازم نفكر، ما نقعدش كده. فعلا لازم نفكر، بس الاول نشوف ابوك هيعمل ايه. لما تسافروا قبرص بقى هتلاقوا الثانويه العامه سهله قوي، وهتاخدوها بغمضه عين. ايوه، بس الشهاده اللي انت بتتكلموا عليها دي بالانجليزي، وانا عارف يعني ان نصر مستواه في الانجليزي مش قوي يعني. ده بيتعلم. هو هيتعلم ولا هيمتحن يا هارون بيه؟ بدر طول عمره في مدارس اجنبيه. واولادي من وهم في الحضانه بيتعلموا في مدارس اجنبيه. هم معاهم حق برضه يا حاج، وانت برضه عندك حق. اي نعم، احنا اتعلمنا في مدارس اجنبيه بس طلعنا خايبين. اصل العلام ده ما بتسقيش بالمعلقه. يا ريت بقى حضرتك تصرف نظر على الموضوع ده خالص. ايه؟ هتسافر ويا نادر، وانا كمان وياكم، ومالكش دعوه باي حاجه تاني. يعني حضرتك بقى تمتحن بدالي ولا انت عايز تروح تفسح لك يومين؟ شايفه لسانه طويل بس دمه خفيف. اها؟ اه؟ دمه خفيف. طلع لي. نادي. ما تقوم بقى تتصل ببابا تستعجل وتأخر قوي. اه، بسرعة نادر عشان انا جوعت قوي. طيب. بقول لك ايه يا نصر؟ ايوه يا حاج. نادر اتأخر ومستعجله. مستعجله؟ ايوه، بس على اجل ما تمهلك. حاضر. سيبوني بحالي بقى، سيبوني بحالي. معلش يا ماما، ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادره اسد. ولادي يطلعوا كدابين. يا خساره، يا خساره. ادي الفلوس اللي الناس حزين عليها ياخدوها، بس حال عيالي يتعدل. ماما اهدي، اللي بتعمليه ده حضرتك مش هيغير حاجه. نصيبي، نصيبي انا والراجل الغلبان ده. انا مش خايفه على اي حد الا ابوكو. طيب، طب ما تكلمي بابا يا ماما يشغلهم معاه. هم قالوها كده بصراحه، ما لهمش دعوه بالتعليم. ده كان حلمه يا نهله يا حبيبتي، حلموا حتى قبل ما يتولدوا. طب هنسيبهم كده يعني قاعدين في البيت؟ صلاح ما قداموش غير انه يدخل معهد سنتين، وعماد نفس الحكايه. ده اذا حصلت معجزه ودخل الامتحان. معجزه منين دي؟ ده محروم من الامتحانات بسبب الغياب. ماما، يا ماما، يا ماما، اسمعوا بقى يا جماعه، محدش يشغل باله بيا. انا خلاص قررت احل مشكلتي بنفسي. انا هنتحر، وبقول لكم ايه، محدش يحوشني ومحدش يمسكني. طب انا داخل اوضتي اشوف هعمل الموضوع ده ازاي. Thank you.
أنا زعلان وحزين قوي يا زيان. ولادي خابوا وخيبوا رجايا فيهم. طب ده أنا تعبت وشقيت وشفت الغلبة عشانهم، عشان أشوفهم ناجحين وفالحين يفرحوا قلبي. طب ليه؟ ده أنا ما عملتش في دنيتي إلا كل خير. مفيش محتاج قصدني ورديته وزكات عن فلوسي وزكيت. طب ليه؟ ده أنا مشيت على درب عبد العال، كل حاجة تعلمتها منه، ما عملناش حاجة زيادة. ولا أنت شايف إيه يا زيان؟ تقصد القتل يعني؟ طب ما هو كان بسبب، هو اللي يطمع ويخون مش يستاهل القتل برضه؟ اديك قلتها، يبقى ما عملناش حاجة غلط ولا تغضب ربنا. طب ليه ولادي يخيبوا ويخيبوا رجايا فيهم؟ ليه يا زيان؟ امسك. انا زعلان وحزين وتعبان قوي يا زيان، قوي. انا داخل ارتاح، لما بنام في فرشة هنيه ساعة ولا اتنين كان نمت يوم بحاله. وهنا قسم البطنة فيها 60 سرير، وهنا قسم العناية المركزة. وبفضل الله تعالى ثم حضرتك كملنا كل الأجهزة اللي كانت ناقصة. إن شاء الله هنجيب 3 وحدات غسيل للكلى يعالجوا أهل الدايرة بالمجان. سجل دي كمان يا معروف. حاضر يا حاج. ما نقصكش حاجة تاني، قول أنا جاهز. جزاك الله كل خير يا حاج. تفضلوا. تفضل. شايف يا معروف، شايف المرض بيعمل ايه في البني ادم؟ ربنا يكفيك شر المرض يا حاج. عشان كده عاوز ربنا يقدرني واعمل كل شهر مستشفى. انت بتعمل خير كتير قوي يا حاج، ادي المستشفى وقبليها مستوصف وجامع، وساهمت في مدرسه هنا غير مدرسه البلد، ده غير الناس اللي في رقبتك والبيوت اللي انت فاتحها. انا لسه سامعها من المحاسب امبارح، في 11,000 جنيه كل شهر لبيوت ملناش فيها حد. لو كنت جربت الجوع والعطش كنت عملت كيف ما بعمل. ساعات ما بقدرش افهمك يا حاج، زي دلوقتي مش شايف قدامي غير ملاك عايز ينزع الالم من قلوب البشر ويقتله بايديه. وساعات بقول لك ايه يا معروف، تطلع من هنا على المكتب تاخد بوليصة الشحن اللي خلصت بيها رسالة الخشب اللي فاتت، هي نفسها البوليصة اللي هتفوت بيها رسالة الخشب الجديدة. سمعني، ادعي معايا يا معروف، ربنا يشفي كل مريض. اتفضل يا حاج. ايه في ده؟ ما انا كنت هقول هارون السنه اللي فاتت وقلت تبقى عيبه، وجبت قدامه واتلجمت. كنت هقول له ايه؟ هقول له ابتعدتك يا هارون عشان ابني هيبقى ظابط السنه الجايه. ما انا ما جبت السيره للبنات، انا حطيت الحاجه في الخزين وطلعت الطيور فوق السطوح. بس بقول لك ايه يا سعاده، لازم نقول لمحمد لا يعرف من بره وياخد على خاطره مننا. ولا هيعرف ولا حاجه. تعرف الطيور تساوي 200 جنيه، ومحمد بيحب الحمام. يا البنت امانه اتاخرت ليه؟ نهله ولا منى هيوصلوها بالعربيه. هيا احلى بابا في الدنيا، هيا احلى ماما في الدنيا. ربنا يسعدك يا بنتي كمان وكمان. مالك يا اختي فرحانه قوي كده؟ فرحانه؟ دي فرحانه دي حاجه قليله قوي على الاحساس اللي انا فيه دلوقتي يا ماما. طب ما تفرحينا معاكي،
ده احنا بنتنشق على فرح. ما انا قلت لك انا مش فرحانه وبس. ربنا يفرحك يا بنتي وينجحك. انت هتفضل نايم كده على سريري؟ انا عايز انام. مش لاقي حاجه نخش بيها على ابوك وناخد بيها فلوس. ده لمم الدايره كلها من اللي بيعمله في الورديان. ده لو كان نزل قدام الحاج عبد العال شخصيا كان كسبه. طب والعمل؟ مش لاقي سكه. ده غير عمله اخوك نصر اللي كل ما افتكرها قلبي بيتحرق. ما هنش عليه يسيب باكل كل واحد فينا. اسمع صلاح، ابوك طول عمره باني علينا امال كبيره قوي من قبل امك ما تخلفنا، واحنا بصراحه ما حققنالوش اي حلم من اللي هو كان بيحلم بيه. ودي مش غلطتنا، ده نصيب انك تتفصل وابن اسماعيل ابو حجر يبقى ضابط شرطه. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنقعد كل شويه نفكر في اي طريقه عشان ناخد من ابوك قرشين؟ ما ننزل احنا الشغل ونبقى حوالين الفلوس ونبني مستقبلنا بحق وحقيق. وهتشتغلي عند ابوك؟ اي حاجه، المهم نبقى قريبين من الفلوس وخلاص. ما انت شايف ابوك عمال يبعتر في الفلوس شمال ويمين في الورديان. هو فعلا بيعمل خير كتير حتى من قبل الانتخابات. ده طبعه. طبعه ولا مش طبعه؟ مش دي فلوسنا؟ وبعدين ابوك كبر، المفروض يخف شويه عن الشغل. ابوك ضد المبدا ده، هو مش عايزنا نشوف اللي هو شافه ولا نشتغل اللي هو كان بيشتغله. ده مش فاكر لما كنا صغيرين وكنا نعيط له عشان نروح المينا كان يشاور على المراكب ويقول لنا دي الحدايه اللي بتخطف العيال. والكبير بتاعنا هو اللي صدق الحكايه دي ولغايه النهارده بيخاف يروح المينا. ابوك كان قاصد ده، وياما ابهات كتير ما يحبوش ان ولادهم يشتغلوا مهنتهم. وبعدين هو اتصدم فينا، مش معقول هيوافق على كلامك. امال يعني هنفضل قاعدين كده نستنى عدلنا؟ لا، هو هيفضل يعاقبنا لغايه ما يلاقي طريقه تحقق حلمه. هارون السعداوي مش هيتنازل عن حلمه بسهوله. وانت ايه؟ تفضل قاعد كده كتير؟ عايز انام بقى. ايه الكلام الفارغ اللي هتقوليه ده؟ وكيف الواد نصر يقول كلام فارغ زي اللي قاله ده؟ هو قال لي نادر، اصلهم بقوا اصحاب قوي وبيحكوا لبعض كل حاجه. نصر مش شايف نفسه في التعليم يا حاج، ودي مش جريمه. وانا يستحيل انزل حد منهم في الشغل معايا، ده كده العيال يضيعوا. على كل حال كل مشكله وليها حل. انت ممكن تشوف ولادك زي ما انت عايز، اللي عايزه يطلع مهندس يطلع مهندس، واللي عايزه يطلع دكتور يطلع دكتور، بس الضابط بقى دي هي المشكله. مشكلتي انا؟ انا مش فاهم حاجه من اللي بتقوليها دي. في جامعات بره كتير ممكن يدخلوها، اللي عايزه يطلع مهندس يدرس هندسة، اللي عايزه يطلع دكتور يدرس طب، بس الظابط مشكلة يا حاج لأن ما عندهمش منه هناك. يا سيدي انت بقى تبقى تعوضها في جوز بنتك. مين؟ جوز بنتي؟ جوز بنتي مين؟ نهلة، اللي هتبقى الدكتورة نهلة، والظابط يبقى ابن صاحبك يا سيدي أبو حجر. ايه؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ نادر، اصله شاف صاحبة نصر اللي هي تبقى اخت الظابط. بنتنا تتجوز ابن ابو حجر؟ ده يبقى اخر يوم في عمرها.